العلماء كافحوا لإثبات أن الاندماج النووي يمكن أن يطلق طاقة أكثر من المستخدمة في التجارب، ويبدو أن الباحثين في مختبر لورنس ليفرمور حققوا أخيراً وبشكل مطلق هذا الهدف. وفي ملخص تقرير فاينانشال تايمز، فإن الاندماج أدى في الأسبوعين الماضيين إلى زيادة صافي الطاقة بنسبة 120% بالمختبر في عملية يمكن اعتبارها امتلاك طاقة الغد، لأنها تنتج القليل من النفايات ولا ينتج عنها غازات دفيئة. الاندماج النووي هي تقنية تستخدم حالياً في محطات الطاقة النووية، وتتكون من كسر روابط النواة الذرية الثقيلة لاستعادة الطاقة، حيث تندمج نواتان ذريتان خفيفتان لتكوين نواة ثقيلة، وهي عملية يتحرر معها طاقة تكفي لسد احتياجات كبيرة. وبحسب تقرير فاينانشال تايمز، فإن ما حققه علماء المختبر الأمريكي من اختراق ستكون له آثار كبيرة في سعي العالم إلى التخلص من الوقود الأحفوري. وإذا تأكد هذا الاختراق، فإننا سنشهد لحظة تاريخية بحيث يمكن لفنجان صغير من وقود الهيدروجين تزويد منزل بما يحتاجه من طاقة لمئات السنين.